وسهلا ومرحبا بكم على الماكس وان، نلتقيكم من خلال قمة مباريات السيمي فاينل النصف النهائي الأول الليلة من ستاد ليون في حضور 60,000 متفرج. هنا المنتخب البرتغالي في مواجهة المنتخب الويلزي في مباراة للتاريخ ومباراة العبور من أجل نهائي سان دوني. رفيقا الدرب ورفيقا المرينج الريال، جارث بيل، رونالدو، أبطال الشامبيونز من أجل مقعد نهائي المنتخبات. فمن سيقود الويلز أم البرتغال النهائي؟ من سينجح؟ التي جي في الويلزي أو صاروخ ماديرا الفتاك؟ المباراة بالصافرة السويدي القاضي جوناس إريكسون حكم المباراة. هذا الغياب المؤثر في دفاعات البرتغال الأبيبي والبقية الأحداش متاع المدرب فرناندو سانتوس لحراسة المرمى روي باتريسيو، 21 سادريك، 5 رافائيل جيريرو، رقم 2 برونو ألفيش، رقم 4 جوزيف فونتي، 13 دانيلو، 10 جواو ماريو، 23 أدريان سيلفا، 16 ريناتو سانشيز الفينومينو ليورو 2016، 17 ناني، 7 قدامك الدون كريستيانو رونالدو. تشكيلة منتخب ويلز لحراسة المرمى وين هنسي، رقم 5 جيمس تشستر، 19 جيمس كولينز، رقم 6 القائد أشلي ويليامز، على اليمين جونتر، على اليسار نيل تايلور، وسط الميدان الثلاثي جو آلين، أندي كينج وجو ليدلي، وثنائي خط الهجوم لويلز بقيادة المدرب الرائع كوليمان كريس، روبسون كانو بالقميص رقم 9 وجارث بيل رقم 11. الفريق الذي يصنف خامس العالم على مستوى الرجبي، فريق كرة الرجبي التاريخي، صاروا من عشاق كرة القدم، من ناجحي الفوتبول. رونالدو يأشر إلى طريق الكرة، إلى طريق سان دوني، إلى طريق التوريفيل، هناك في اللوفر وفي فرساي محطة جديدة من تواريخ الكرة البرتغالية، كرة كولونا وأوزيبيو، كرة تشالانا وجورداو، جوميش، روي كوستا، لويس فيغو، وآخر الأخبار الأسطورة كريستيانو رونالدو. كيف ستكون المواجهة؟ الفريق البرتغالي نعم ينتصر في الإكسترا تايم، ولكن هذا يحسب لهم يا سادة، لأنها نتاج الحضور الذهني وإنتاج كاريزما وقوة عن طريق جو آلين. في ماتش رقم 30 على المستوى الدولي لعب الريدز ليفربول، إريكسون يقول خطأ ويرجع للفاول لمصلحة ناني، 24 سنة بعد وأنذار أول في المباراة على جو آلين. قلت 24 ساعة وليس 24 سنة، 24 ساعة على انتداب الرسمي وتغيير الأجواء. ناني من دوري الأتراك إلى لا ليغا في إسبانيا. جواو ماريو، جواو ماريو، رونالدو، يا كريستيانو، والكرة بالراوت، كرة في ضربة مرمى للعملاق وين هنتسي، الكابتن رونالدو. 20 مباراة اليوم في اليورو، 20 مباراة اليوم في اليورو. ماريو كريستيانو رونالدو، رونالدو سانشيز، خطيرة ماريو، المحاولة الأولى والتسديدة الأولى على مرمى هنسي. البرتغالي قادم، البرتغالي يلعب، البرتغالي يحاول، البرتغالي يمسك اللعبة ويمسك بخناق ويلز والمنتخب. يعرف فيها جارث بيل، جارث بيل يزود السرعة ويوزع كرة وركنية أولى في المباراة لويلز. القطار انطلق ولن يتوقف إلا في محطة الجاردوليون، ويأشر محطة وأقدم محطة في العاصمة باريس. نعرف اللاعب البريطاني لأرضية، يمشي جارث، جارث مباغتة، كرة مفاجأة وكرة أولى لويلز. ويلز تسجل عنوان، تسجل الحضور وتسجل عنوان أنا موجود. كرة ممتازة من جارث بيل، فكرة الركنية يميز الفريق الاثنين كوين برشا على المستوى البدني. البرتغال مثل ويلز، كرة في خطأ يستفيد منه منتخب كريس كرف. بيل باقتباس، يهرب بيل، يصنع الفكرة، يصنع العرضية، يصنع الخطورة، عرضية زاحفة ويلزية، ولكن روي باتريسيو قال لا. الويلزي بدأ يتنفس، الويلزي بدأ ينطق، الويلزي بدأ يتحقيق الذي يخشى النهايات. ينطلق جارث بيل الخواتيم، جارث، 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 يمشي التجيب بيل والكرة تمشي قريبة. تعرفك الأغنية في المدرجات، جاكوم جارث بيل،
جاكم جارث باي مانيا في نهائي ساندوني يا رب أربعة جابها روبسون وسع يا روبسون روبسون جول الويلزي بدأ يكسر على نياب وبدأت أعتقد في الحظوظ الويلزية يا سادة الدنمارك 92 بعد 12 عام 2004 منتخب اليونان 12 وغدارة بالفعل ما تعطيش حق الأوفياء للعب الجميل الأوفياء للكرة الهجومية الكرة التكتيكية برشا الآن حسابات مدربين خطيرة رونالدو يحاول رونالدو روكنية للبرتغالي روكنية لكريستيانو اللي سجل في التاريخ 60 هدف مع منتخب بلاده نعرف أنه من الأرقام القياسية صوت آخر كرات الشوط الأول يمشي فيها الفريق البرتغالي عن طريق أدريان سيلفا والرأسية من كريستيانو كرة خطيرة جدا يقتنصها البرتغالي الدون صاروخ ماديرا ولد فونشال كاد ممكن يغير مباراة السيمي فاينل في البرتغال وفي هذه اللحظة في الشوط الأول على صورة كريستيانو المتحدث عنه من لحظات ينتهي الشوط الأول بفعالياته بحساباته وخاصة في سيطرة تكتيكاته الشوط الأول ينتهي على نتيجة البياض 0-0 الشوط الأول ينتهي 0-0 في نهاية يورو يا سادة ولكن حقيقة يورو سيحفظ منه فقط اسم البطل وبعض الأرقام القياسية ممكن ولكن عدا ذلك لم يكن هذا اليورو القوي جدا على المستوى الفني الدورة الأخيرة في 2012 في رأيي كانت أفضل دورة 2008 كانت أفضل وأفضل هل هو غياب السوبر ستار في الكرة العالمية في مختلف المنتخبات هل هي لوير الرامسي موجود الآن النتيجة تكون أحسن وأفضل وفي تقدم المنتخب الويلزي تنفيذ رقم 5 في كتيبة المدرب سانتوس رافائيل غيريرو ومن سيسدد كرة ترجع عن طريق العشرة أمامك جواو ماريو كرة من جواو ماريو يعمل التوسيع كرة خطيرة والدفاع ركنية للفريق البرتغالي مباراة الكرة الثابتة لروفاقالو للريال مدريد في ثالث المواسم كرة تمشي المنتخب البرتغالي العرضية وخطيرة الهدف الأول كريستيانو رونالدو بالرأس قتلت في وقت الكرة الثابتة المنتخب البرتغالي في سيناريو كرواتيا في الدقيقة 48 يصطاد الفريق البرتغالي عن طريق عملاقه عن طريق كبيره عن طريق صاروخه عن طريق تاريخه بطريق ماضيه وبحسابات حاضره وفي أفاق مستقبله الماضي لك وبكرة لك وبعد لك يا دون مع ميشيل بلاتيني قلت لك الدون في الشوط الأول من أول لحظة وأنا أمر التشكيل وتصفح ورقة المباراة نجح هذا هو كريستيانو رونالدو الكاريزماتيك ثلاثة أرقام بعد كرة بيل ومررها للحاضرين يمشي جارد بيل التوزيع والحارس من باتريسيو كرة بالتماس خليني نتكلم خليني نريح ونرتاح البرتغال تقترب البرتغال تخترق وويلز تحترق بكرة الثاني يعني باي باي يمشي رونالدو والهدف الثاني احترقت ويلز رونالدو لناني وناني لم يكن لناني حط الكورة وفرح البرتغالي برتغالي فينال البرتغال النهائي البرتغال فاينال انهيار ويلزي هنسة يسقط بالقاضية أقل من 5 دقائق في الشوط الثاني ناني الغائب يحضر فرناندو سانتوس يقول لي ويقول لك ويقول لكم ويقول لهم الكرة ونتائج 2-0 هذا البدع عملاق وبالتهديف أنت عملاق برأسك أنت كبير وبساقك أنت كبير الرائع المثير البرتغالي كما أنت سريع القطار كما أنت مبدع يا الفنان كما أنت قوي الشخصية يا القائد كما أنت ملهم للرفقاء وكما أكثر مدرب لعب مباريات وقاد البرتغالي اللي تتسمى لسيليساو في 73 مباراة وحقق معهم تقريبا 42 فوز كأكثر مدير كلامي البرتغال مستوى متوسط ولكن بخاصية لا يمتلكها ويلز ولا الآخرين وهي خاصية
الصبر، يعرف يصبر البرتغالي، يعرف يسني المساحات. رونالدو يمشي، الدون يقرب، يخترق رونالدو، فما خطأ فما فاول. إيريكسون يزفر المخالفة لكريستيانو رونالدو مع الانذار والورقة الصفراء على الخمسة شيستا. كرة كريستيانو، المحاولة رقم 42، المخالفة رقم 42، رقم 5 يشوت ولا رونالدو يحاول يفوت، يمشي رونالدو، شات كورة الروي. ممكن أقوى مخالفة على 42 يا البرتغالي، أقوى مخالفة من الدون في 42 كورة ب 42 محاولة. في الأخير يبقى في الواد كان حجره يا جارث، مهما اجتهدت ومهما لعبت ومهما تفطنت ومهما تفوقت ومهما تمرست ومهما خبرت ومهما علمت ومهما درست ومهما قرأت ومهما رجعت، سيبقى الكبير كبير، هو سيبقى رونالدو الأعلى يا الويلزي. طريق الهجوم يرجع عن طريق ناني، يضرب ناني والحارس، والهدف الثالث يضيع بطريقة غريبة، بطريقة عجيبة يا جواو، ماريو جواو كان ممكن يسجل الثالث. يا سادة ترجع كرة ويلزية، هدف يشعل المباراة، هدف يعطي قيمة المباراة. من لا راس ورا غايبة يا سام، أين أنت يا سام؟ شوف العرضية، شوف القوة متاع جاريث، شوف والله نعطيك ورقة نحرمك من الفاينل. ابعد يا دانيلو وامشي يا جواو. ماريو الأسمراني والبرتغال، الفريق المتعدد الأطراف والمنفتح على الجنسيات والمختلف على الطواف، والرأسية التي كادت تسجل الثالث. البرتغال منفتحة خاصة على القارة الإفريقية، نعرف أن لويس ناني من كابو فيردي من الرأس الأخضر، أيضا الأسطورة قدام. غياب بيرون رامسي قسم ظهر الهجوم لرفقاء جارث بيل، يوجه رسالة ليس بعد. الكرة لها جنون، الكرة حتى لو لا تحضر الفنون، الكرة بجنونها ممكن ترجع ويلز، ولكن ضعيف جدا، هو شحيح جدا وبخيل. ويلزي عن طريق جوهالن، جوهالن يلعب كرة طويلة مرفوعة، كرة خطيرة والحكم يقول فيها خطأ، كرة خطيرة والحكم يقول فاول على المنتخب الويلزي. كرة ستعود لمنتخب البرتغال، عملية در في الوسط. ويليامز لجاريث، جارث بيل حط كرة ولكن في الوسط سهلة للعملاق روي باتريسيو. أيامك يا فيتور يا بايا، شوف الكنترول والضربة من جارث، ولكن الكرة كانت سهلة أمام الويلز. نعم الثالث يعطي كرة والحارس، والثالث الذي لم يدخل. كرة غريبة وغريبة جدا، فرصة كبيرة ضاعت من ناني. هنا ممكن الفرق يصل بالبرتغال إلى النهائي، هو اليوم النهائي على بضعة دقائق. ويليامز شوت، سام يدافع وبيل، من دافع على البرتغال، من تعاطف مع البرتغال، من أوقف كرة زميله. بيل رجل مباراة في رأي أحسن لاعب في ويلز وأفضل لاعب ممكن في الماتش، جارث بيل يجري ويركض، الحكم يرجع له خطأ. الآن القذيفة يا جارث، الآن قذيفة الوداع، الآن توديع فرنسا. ما توزعهاش، شوط للإثارة في ماتش قليل الإثارة. باتريسيو حاول يصد الكرة وكأنه في شباك الفوليبول للصد، يمشي العملاق يشوط كرة، ضرب رونالدو يستنى العاشر في الشبكة الصغيرة، في الشبكة الصغيرة يا رونالدو. الركور كان وحده. ترجع كرة من ويليامز والدفاع، وفي خطة وفي ورقة، ممكن انذار للتهور، نعم على جارث بيل. فريق البرتغالي إذا شاتوني الرأي، الطريقين واتريكا مع الزميل الأخضر. فريق جوا موتينيو كواريشما، يمشي كواريشما الركنية البرتغال. تساءلت في بداية الشوط الثاني لمن بقلاوة العيد في تونس، فما بقلاوة حبتهم الكورة، وصلوا للنهائي بغلى كورة كواريشما رونالدو، وآخر كورة في التسعين كورة الخواتيم. الوصول بالبرتغال، واحد رونالدو والثاني ناني والثالث ممكن رونالدو كريستيانو.
يمشي كريستيانو رونالدو، يمشي كريستيانو، ارجع الكرة لجارث بيل، كرة برا، كرة انتهت، مباراة خلصت والبرتغال تخلص على ويلز. البرتغال تعبر، رونالدو سعيد، لم يسعد مثل اليوم ولم يفرح مثل اليوم بذكريات دموع ذاك اليوم لما بكى في نهاية 2004 وهو شاب يافع وشاب نافع وشاب عمره 17 سنة. تغيرت السنوات وتغير معه الجيل، ولكن رونالدو تعلم من تجارب القارة العجوز. اليوم يدخل في خانة أرقام أخرى وقياس أرقام أخرى، يعادل ميشيل بلاتيني، الرجل الذي صارت معه مناوشات في سنوات سابقة. هكذا هو التاريخ، شوف رونالدو وين وصل.